من ضمن الإشاعات قالوا إن أنتي عملتي تجميل في شفايفك وندمتي عليها. أكيد ما شايفنا إشاعة، أنا قلت إنه تنفخت شفايفي وعم حاول صار سنتين ثلاثة بشيل بس مش قادرة، لأنه هذا الشيء الوحيد اللي غلطت فيه. أنا ما بلعب بوجهي، إذا بتلاحظي أنا حدا بعمل ريتاتشز بس كثير بسيطة، ما عندي عقدة إنه كل يوم كل أسبوع أروح عند الدكتور ينفخني هون وينفخني هون، ما عندي إياهم، بحب هيدا. بس من شي 12 سنة مع إنه أنا ما حدا بيلعب لي، ما أعرف شو صار لي، زهقت إنه كل 6 أشهر روح شوي كبر شفايفي، قلت خلص بعمل مرة واحدة بكبرهم، قال بيرمننت يعني بضلهم على طول كبار، ما بعوض بمحاجل الرتوش، ف طلعوا كثير كبار وما حبيتهم، حسيت مش انا يعني ومش شخصيتي وهيك، وكثير حاولت اني اشيلهم، ما فيك تعمل عمليه تشيلهم لانه هو خلاص بيبقوا على طول، بس يعني هلا صار بدون رتوش، عرفتي؟ رتوش لا يرجعوا كمان اكثر عم